تقول القصة إن الأخبار وصلت إلى المعتصم بما حدث في ملاطية ثم أيضا في زبطرة، وخاصة بذبح المسلمين هناك، وانتشار الأخبار بأن امرأة كانت هناك تنادي أثناء سبيها تقول ومعتصمها. فغضب عند ذلك المعتصم غضبا شديدا وجمع جنده وأكابر دولته هناك. وهذه الواقعة ذكرت في عدة كتب من كتب التاريخ. أراد أن يلقن ثيوفيل الإمبراطور البيزنطي، يقال له على فكرة باللغة اللاتينية في ذلك الوقت يقال له ثيوفيلوس، ثيوفيلوس أو ثيوفيل ابن ميخائيل. أراد المعتصم أن يلقنه درسا كبيرا، فقال لمن حوله: أي بلاد الروم أمنع؟ فقالوا: عموريا. لم يأتها أحد من المسلمين منذ جاء الإسلام، لم يقترب لها أحد من المسلمين، وهي عين النصرانية وبنكها، وهي عندهم أشرف من القسطنطينية. لماذا كانت كذلك عندهم؟ لأن الإمبراطور ثيوفيل كان من عموريا فعليا، وهو ثاني أباطرة هذه الأسر التي أصلها من عموريا، وعموريا تقع قريبا من مدينة أنقرة عاصمة الجمهورية التركية اليوم. عند ذلك عزم المعتصم فعليا على أن يخرج إلى عموريا ويفتحها ويذل ثيوفيل رغم أنفه فعليا، ويأتي به مذلولا إلى تلك المنطقة. فجهز جيشا كبيرا وبدأ يرتب الأمور على أن يتحرك بنفسه على رأس ذلك الجيش وهو الخليفة، وأيضا قسم الجيش إلى قسمين. عند ذلك تحرك الخليفة إلى منطقة قريبة من طرسوس، منطقة في جنوب تركيا فعليا اسمها سروج، وهناك رتب أموره وتحرك باتجاه نهر اللامس، وجعل فرقة أخرى من جيشه تتجه شمالا. فبدأ يتحرك فعليا قرب أنقرة، ويقترب من أنقرة حتى وصل قريبا من هذه المنطقة عندما انطلق في رجب من عام 223 للهجرة. طبعا 223 للهجرة إيش هي؟ هي فعليا سنة 883 للميلاد. فبدء حركته كانت في شهر رجب الذي يوافق في ذلك الوقت شهر مايو اللي هو شهر 5 في ذلك العام الميلادي. فبدأت الحركة بشكل كبير جدا، جيشان يقتربان من أنقرة، وفي هذه الفترة اصطدم جيش المسلمين فعليا بالروم في معركة اسمها معركة أيزن. هذه المعركة كانت في منطقة تقريبا في الجنوب الغربي تحديدا من تركيا تقريبا، وكانت هذه المعركة فيها نصر حاسم سريع جدا للمعتصم على البيزنطيين. توجه المعتصم بعد ذلك حتى دخل أنقرة، ومنها بدأ يتحرك جنوبا باتجاه عموريا. كان مقصده عموريا لأنها مسقط رأس الإمبراطور شخصيا. الإمبراطور وصلته الأخبار وكان فعليا خارجا، يعني خارج القسطنطينية، لكن هناك أخبارا كانت قد وصلت إلى القسطنطينية، إشاعة أنه قد قتل، مما أدى إلى أن تدب الفوضى في مدينة القسطنطينية، فانشغل بها ثيوفيل. ولكنه أثناء انشغاله بضبط الأمور في العاصمة إذا بالأخبار تصله بأن هناك مصيبة قادمة إلى مسقط رأسه إلى عموريا. فصدم من هذه الأخبار وبدأ يراجع نفسه ويراجع حساباته، فعلم أنه لا يمكن أن يقف في وجه المعتصم الذي قرر أن يدخل عموريا. فماذا فعل؟ بدأ يفكر في استرضاء المعتصم، يعني بده يحاول بين قوسين يشتريه بالمال إن صح التعبير. فأرسل إليه رسالة عندما وصل المعتصم قريبا من عموريا، أرسل إليه رسولا ومعه هدايا ويعني خلعات وملابس ومش عارف إيه وذهب، ويقول له في رسالته: إنني أعتذر إليك عما فعلت في ملاطية من ذبح للمسلمين وسبي للمسلمات، وأنا مستعد أن أخرج كل من عندي في الأسر، وأنا أعطيك تعويضات، وأنا سأساهم أيضا وسأبني مدينة ملاطية مرة أخرى، وأنا أعتذر، ولكن ارجع عن عموريا رجاء. فماذا فعل المعتصم عند ذلك؟ دبت فيه الحمية فقال: لا والله لا نسمح لهذا الرجل أن يقف مرة يلعب بنا، مرة يدمر هنا ويخرب هناك ويفعل، ثم يقول: أنا آسف. فلذلك حبس
هذا الرسول، لم يقتله ولكنه حبسه عنده وجعله ينظر إلى حصار المدينة. وصل المسلمون فعليا إلى مدينة عمورية وحاصروها. عمورية كانت في ذلك الوقت لها 44 برجا، يعني مدينة محصنة قوية جدا. قالوا عنها كما ذكرنا في البداية، قالوا إنها أشرف من القسطنطينية من الناحية الملكية، وهي مدينة كبيرة وراقية وعظيمة فعليا في عين الدولة البيزنطية. لذلك كان لابد من أن يركز كل قوته فعليا على استرجاع أو أخذ هذه المدينة بأي شكل من الأشكال. وصل المعتصم إلى عمورية يوم 6 من شهر رمضان المبارك، لو إحنا في ذلك الوقت نتكلم عن شهر 8 فعليا، يعني بعز الصيف بين قوسين بمفاهيمنا الحالية، كانت الدنيا صيف يعني الجو حار، وتلك المناطق على فكرة جافة جدا، ومع ذلك صمد المعتصم للحصار وصمد معه الجند الكثر الذين جمعهم لأجل هذا اليوم العظيم. حاصر هذا الرجل المدينة لمدة 11 يوما فقط، يعني كل العمل هذا كله احتاج منه 17 يوما من الحصار. خلال هذا الحصار كان المسلمون يحاولون أن ينقبوا الأسوار بالمجانيق والمدافع، طبعا المدافع اللي هي المجانيق في ذلك الوقت كانت تضرب حجارة ضخمة جدا إضافة إلى إشعالها بالنار، فتصبح مثل القذائف اللي في معروفة في أيامنا الحالية. أضف إلى ذلك أن المسلمين كانوا يحاولون أيضا تفجير الأسوار وتدميرها بأي شكل من الأشكال، كانوا يحفرون تحتها، كانوا حولها، كانوا يضربون عليها من فوق، كانوا ينصبون الأبراج ويحاولون أن يدخلوا بما يسمى في ذلك الوقت الدبابة. الدبابة طبعا في ذلك الوقت مش مثل الدبابة في أيامنا إخواننا، الدبابة في ذلك الوقت هي يعني جهاز كبير جدا يضرب به الحصون، ويكون في داخله تحته يكون الجند، بحيث يدكون الحصون دكا قويا، وهذه مناسبة للضرب خاصة عند البوابات. طبعا كان المعتصم قد واجه خلال هذا الحصار في 11 يوما، كان قد واجه مشكلة كبيرة عنوانها الخندق الذي حول هذه المدينة. فماذا يفعل؟ وهذه من طرائف التاريخ التي تذكرها بعض الروايات، أن المعتصم كان أثناء مسيره بين أنقرة وعمورية قد غنم يعني غنما كثيرا جدا من هذه المناطق التي غزاها، فجاء بالأغنام وظهرت عنده فكرة في غاية الغرابة للتعامل مع قضية الخندق الذي حول المدينة، فوزع الأغنام على جنده وكانوا بالآلاف طبعا، وأمر كل واحد منهم أن يذبح ماعزا أو يعني واحدة من الأغنام ويأكل، يأكل ما استطاع، يعني يأكل كل واحد منهم هذا الغنم لك، عليك أن تأكلها بالكامل، ويأتون بجلودها ويملؤوها ترابا. فكل واحد من الجند جاء بهذه الجلود والجلد الماعز وهي مملوءة بالتراب، وصاروا يطرحونها في الخندق ويرمونها في الخندق، فامتلأت من كثرة الخراف ومن كثرة الجلود والتراب الذي فيها، امتلأت وصارت مثل التل، فردم جزء من الخندق وسار فوقه المسلمون باتجاه عمورية. 11 يوما لم تبت فيها المدينة ليلة واحدة، وكان رسول الإمبراطور ثيافيل يتابع بعينيه ما يحدث، حتى كان اليوم العظيم يوم 17 من رمضان الذي هو ذكرى غزوة بدر الكبرى. في ذلك اليوم العظيم تمكن المسلمون من هدم كثير من أسوار المدينة، ودخل المعتصم مدينة عمورية بالقوة. كان ذلك يوم 17 من رمضان الموافق فعليا يوم 12 أغسطس اللي هو شهر 8 فعليا بعز الصيف كمان. واندفع المسلمون إلى مدينة عمورية، أخذوها بكل ما فيها، وسيطر المعتصم فعليا على هذه المدينة. طبعا المسؤول عن المدينة اللي هو إن صح التعبير الوالي أو حاكم المدينة من قبل الإمبراطور ثيوفيلس، كان في ذلك الوقت يرسل إلى الإمبراطور رسائل كثيرة، يستنجد ويخبره أن أمامنا جيشين، واحد قادم من هذه الناحية وهذه من ناحية، ويجتمعان عندنا وفيهما خليفة المسلمين شخصيا، خليفة الدولة العباسية. فلم يستطع ثيوفيل أن ينجده فعليا في ذلك الوقت، فبالتالي هذا الرجل قاوم حتى النهاية. تذكر بعض الروايات أنه رفض حتى تسليم قلعته، يعني قاتل حتى الرمق الأخير،
بقي في قلعته وجاء المسلمون يحاولون أن يعني يقنعوه بتسليم المدينة وتسليم نفسه، لكنه رفض رفضا قاطعا وقاتل حتى قتل. ثم حدثت في ذلك الوقت في المدينة معركة أخرى بين بعض الجند والمسلمين حتى ثبتت الأمور تماما بأمر المعتصم وفتحت عموريا فتحا نهائيا في ذلك الوقت. وصلت الأخبار بعد ذلك بهذا الحدث العظيم إلى ثيوفيل، فثيوفيل من الصدمة ومن الرعب الذي أصابه مرض ومات بعدها بعدة أيام من شدة الصدمة، لأن هذه عموريا مسقط رأسه، ولكنه جنى على نفسه فعليا، ولذلك كان يندم وكان يعلم أنه هو الذي جنى على نفسه عندما قاتل المسلمين ويعني ارتكب فيهم مجزرة كبيرة في ملاطيا وأيضا في زبطرة، عند ذلك مرض ومات من القهر. وفي هذه الأحداث وفي هذه الأيام كان الشعراء يعني ينتظرون هذا اليوم العظيم ليقولوا فيه شعرا خلده التاريخ، فقال في ذلك أبو تمام قصيدته المشهورة عن فتح عموريا: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. هذا مطلع القصيدة التي قال فيها بيته المشهور: يا يوم وقعة عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب. هذا البيت جعل كلمة فتح عمورية ووقعة عمورية مسجلة بأحرف من ذهب في كتب التاريخ. بعد ذلك عاد المعتصم من عمورية بهذا الفتح العظيم، وقد رد فعليا إلى المسلمين صورتهم وهيبتهم في بلاد الأناضول، وخاب في ذلك الإمبراطور ثيوفيل، وعاد المعتصم والتصق باسمه هذا الأمر حتى آخر الدهر. فإذا ذكر المعتصم منذ ذلك الوقت يذكر معه فتح عموريا. وللعلم عموريا منذ أن فتحت في ذلك الوقت لم تسقط بعد ذلك أبدا، وإنما بقيت دائما بيد المسلمين فتحا دائما كاملا لم ينتهي على انقضاء التاريخ.